أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم برائدة الأعمال المميزة مدام مرام من صالون طول ياسمين. أهلا وسهلا مدام. أهلا فيك. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC، ونتمنى بالبداية تعرفينا وتعرف المشاهدين المزيد عن مرام وعن بداية مرام مع الصالون. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم طبعا أكيد، وتشرفنا بوجودكم. أنا مرام رميلات من الأردن، دارسة علوم مالية ومصرفية، خريجة بكالوريوس. بداية أنا اشتغلت بالمالية بشهادتي لمدة 9 سنوات، وبعدين انتقلنا للإمارات، اشتغلت بالإمارات برضو مديرة مالية لمدة 6 سنوات. بعدين فترة جائحة الكورونا بتعرف طبعا، جميعنا قعدنا بالبيت ما كان في عمل وقتها وتوقفت الحياة. بعدين قررت انه انا امارس شيء خاص لإلي، يعني انشأ يعني مشروع خاص لإلي. فكرت كتير وكانت عدة اقتراحات موجودة عندي، من ضمنها كان مشروع الصالون. عملنا الصالون كفكرة افتراضية بس ما كانت واقعية، لأنه شيء كتير بعيد عن مجالي. يعني أنا مديرة مالية لمدة 14 سنة، فكانت الفكرة جداً بعيدة أني يعني أكون بهذا المجال الخاص. بعدين عملت دراسة جدوى طبعاً لإله، وكان هو أنسب مشروع أنا أطلع فيه من ضمن المشاريع الكاملة، من ناحية المادية ومن ناحية العملية أكثر. بعد هاي الفترة اللي هي الكورونا انتهت، وبلشت أنا ستيب باي ستيب بهذا المشروع. فكرت كتير بأرض الواقع، عملت أمور افتراضية للقيت إنه هو شيء كتير ودي. ممكن تخبرينا المزيد عن الخدمات بالصالون وكيف تميزتوا بتقديم هاي الخدمات؟ تمام. أول شيء بعد ما أنا أخذت الخطوة اللي ببدء المشروع، كانت عندي افتراضيات للعمل من كرمال لأنجح. نقول كانت القاعدة اللي هي الأساس اللي أنت ممكن تنطلق منها، يا بتستمر يا بتوقف. كانت القاعدة عندي أنه أنا ألاقي أهم شيء عندي الكادر. الكادر اللي هو اللي بيميزك، يعني الكواليتي اللي أنت بتقدمها هي اللي راح تميزك بالأخير. فأنا اشتغلت كتير على موضوع الكادر. هذا الكادر كان عدة صفات أو نقاط أنا بدي إياها تكون متواجدة فيه لتميزه. تمام؟ اخترت قسم الشعر والميك اب يكون كادر عربي كامل بخبره قويه جدا، كرمال انه العميل يكون مرتاح. الخدمات اللي نحن بنقدمها بهذا الصالون هي خدمات، نقول قسم الشعر عندنا، وعندنا قسم اظافر، وعندنا قسم للمساج والفاشن، وقسم خاص للميك اب. اكثر شيء بيميزنا هون نقول هو قسم الشعر، يعني ما في شيء افضل من شيء، لانه عندنا كادر مختص. هلا نقول يعني اهم شيء عندنا هو قسم الشعر والميك اب. قسم الشعر والميك اب جدا مميز، كادر كثير قوي، عنده خبره، تم اختيارهم على اسس كثير يعني بروفيشنال. هاي الاسس اللي احنا اخترناها اللي هي استقبال العميل، طريقه تقديم الخدمه، جوده الخدمه، البرودكت اللي بتقدم للعميل جدا مهم، لانه هاي النتيجه. العمل الاولي الجيد هو اللي بمول حاله، يعني ما بيستنى حدا يجي يمول لك هذا العمل. نقول ثاني شيء ممكن الابتسامه، لانه نحن بنحتاجها دائما دائما. الانسان البشوش اللي بيستقبل باريحيه، صاروا الزباين يحسوا انه هذا بيتهم. هلا ننتقل لقسم الاظافر. قسم الاظافر برضه جدا رائع، الصبايا مختصين، بديكير، مانيكير، بنعمل مساج للايدين وللقدم. نحن عنا الهارد جيل، الاكريليك، رسم على الاظافر. عندي صبايا مختصين بالرسم على الاظافر، اي رسمه بتيجي صبيه بتطلبها بيرسموها باتقان، بنقول بكواليتي جدا عالي، كانها 3D بتطلع الرسمه، بيكونوا كثير سعيدين. هلا نحن كيف بنعرف انه الكاستمر هو واصل لمرحله السعاده بالنهايه؟
طريقة الفرحة اللي بيقدمنا إياها وطريقة الشكر والابتسامة والسعادة اللي بيكون موجودة أثناء الخدمة جداً بنكون سعيدين كتير. أما بالنسبة للميك اب نحن مختصين الحمد لله بالميك اب، عندي صبايا برضو مختصين بالميك اب للعرايس. هلأ طالما أنه صبي مختصة ميك اب عرايس أي شيء تاني بيكون سهل عليها. نقول بالنسبة للمساج والفاشل برضو في صبايا مختصين بالمساج، بنقدم المساج الريلاكس والأحجار الحرارية لعلاج الفقرات. هلأ نحن دائما نجمعهم مع بعض لأنه كلنا فقراتنا بحتاج علاج، فيعني الحمد لله الخدمة بتكون كتير مميزة. بالنسبة للفاشل عم نستخدم كواليتي جدا رائع، النتيجة من أول مرة بتحصل عليها الزبونة فبتكون كتير سعيدة، لأنه أنت بالمقابل عم بتقدم أموالك لتاخد شيء بكواليتي عالي وبنفس وتشوف النتيجة بعينك، أكيد ما حتقعد تستنى. فالحمد لله عم نقدم برودكت لدكتور ريتشل جدا رائع والنتائج أولية بتكون مبينة. في برودكتات تانية برضو موجودة عنا الحمد لله، حسب كل كاستمر بفضل نوع معين، لأنه في عندك بشرة حساسة ما بتقدر تستخدم لها البشرة العادية البرودكت، فنحن منشوف منحدد نوع البشرة، إذا كانت هاي بشرة حساسة منقدم لها برودكت خاص لإلها، وإذا بشرة عادية في إلها برودكت خاص، وبالأخير الخبيرة هي اللي بتحدد هذا الشيء. نقول الميك اب في عنا كم صبية بتحب نوع معين، بتقول لك إنه أنا بتتصل علينا بتسأل إذا هذا النوع متوفر من البرودكت، حتى لو ما كان متوفر مباشرة نحن بنوفره كرمال تحس بأريحية وبأمان. يعني الصبية إذا بدها تيجي تعمل ميك اب تطلع بأحلى طلة فلازم تحس بأمان أكتر إنها هذا البرودكت خاص لإلها. مدام بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له بالصالون، شو هي الخطة والرؤية المستقبلية لكم؟ هلأ إن شاء الله نحن ناويين يكون لنا أفرع، وأتمنى إن شاء الله نحقق نجاح ونكبر بهذا الصالون. لغاية هاي اللحظة نحن الحمد لله يعني بالنسبة لي كتير راضية عن النجاح اللي أنا محققته بنسبة جدا عالية، يعني فاقت توقعاتي الحمد لله. الخطة المستقبلية انه نحن ان شاء الله يصير لنا افرع تاني، لانه زباين عم يطلبونا يكون عنا افرع بدبي اكتر شيء مطلوب. وفي شيء نقطة كتير مهمة، نحن انتجنا برودكت خاص لنا اللي هو عطر باسم البراند طوق الياسمين وباسمي الشخصي اللي هو مرام، حقق نجاح برضو جدا عالي الحمد لله، كان عليه إقبال ممتاز، تميزت نقول المكونات بتعكس بتحس هيك فيها روحانية من الخدمات نحن بنقدمها عم تجذب الزبون الحمد لله لإله. عملنا برضو برودكت تاني اللي هو شيء خاص للشعر اللي هي مخمريات، برضو عطور خاصة للشعر، هاي العطور فواحة ما في صبية بتطلع من عنا إلا ريحة صالوننا معلقة فيها، فبتدلها شيء يعني هيك بربطها بالصالون بميزها إنها بدها ترجع كرمال هذا الشيء، وبتمنى إنه نكبر أكثر من هيك. بالنهاية شو الرسالة بتحبوا توجهوها دولة الإمارات على دعمها وعلى الأمن والأمان الموفر للجميع؟ طبعا أنا سعيدة جدا إنه أتاحت لي الفرصة إنه أنا أتواجد بدولة الإمارات الحبيبة، دولة متوفر فيها جميع مقومات النجاح، هي أصلا فرصة لكل شخص بهاي الحياة، ما أتوقع في إنسان على وجه الأرض ما بتكون أمنيته يتواجد بهاي الدولة بأسباب كتير، دعم جدا قوي، بيئة فيها أمن وأمان، يعني مشكورين جدا على جهودهم الجبارة لتوفير جميع سبل الحياة الكريمة. بالنهاية ممكن تخبرينا وتخبري جميع السيدات اللي بتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ نحن عنا جميع التواصل الاجتماعي اللي هي تيك توك انستغرام، لأنه صارت هي حياتنا عبارة عن تواصل اجتماعي، بالتكنولوجيا عم تتطور ونحن عم نتطور معاها، عنا اتصال هاتفي موبايل الأرضي، عنا انستغرام تيك توك واللوكيشن الواتساب، بتوفر عنا باركينات بسهولة لجميع الصبايا بيقدروا، واللوكيشن جدا سهل متواجد على جوجل، وبالنسبة للباركينات بيلاقوها بسهولة. شكرا جزيلا مدام، ومنشكر جميع طاقم العمل في الصالون، ومنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا لكم ولحضوركم الجميل. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله. يعطيكم العافية.